وينضم إلينا من كابول المراسل الغاد عبد الله نادر. عبد الله، قبل أن أسألك عن تفاصيل هذا الخبر، أريد أن أعرف منك الأوضاع الميدانية الآن كيف هي؟ نعم، تعرضت مدينة جلال آباد وهي عاصمة إقليم نينجرهار الشرقي لعمليات تفجيرية اليوم، وبحسب شهود عيان أسفرت هذه العمليات التفجيرية التي تعرضت لها دوريات تابعة لعناصر طالبان إلى مقتل 2 وكذلك إلى إصابة عدد آخر. وهذه المدينة تعرضت كذلك لعمليات تفجيرية قبل عدة أيام، وتبنى تنظيم داعش مسؤولية تلك الهجمات السابقة. ورئاسة الثقافة والإعلام التابعة للحكومة الجديدة تؤكد هذه العمليات عمليات تفجيرية، وترفض ما إذا كانت هناك عناصر لطالبان قتلوا في هذه العمليات التفجيرية. وكذلك تؤكد هذه الرئاسة بأن 3 من المدنيين قتلوا في هذه التفجيرات الأخيرة اليوم والتي حدثت صباح اليوم. هذه المدينة شهدت كذلك عمليات وتفجيرات في الأسبوع الماضي، وتبنى تنظيم داعش مسؤولية تلك العمليات كذلك. يبدو أن داعش تستهدف هذه المدنية، فيما هناك كذلك نفوذ كبير لتنظيم داعش في هذه المنطقة، وهي منطقة حدودية على الحدود الأفغانية الباكستانية، وتعتبر مدينة جلال آباد ومقاطعة نينجرهار عاصمة شتوية لأفغانستان، حيث يسكنها كثير من السكان في هذه المدينة، وهي تعتبر من أكبر المدن الأفغانية بعد العاصمة كابول. طيب عبد الله، بخصوص الطلب، مطلب حركة طالبان من أن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة، يعني ما المتداول بشأن هذا الموضوع، خاصة أنه عرفنا أن هناك مطلب آخر كان في 15 سبتمبر من البعثة الدائمة لأفغانستان في الولايات المتحدة، وبالتالي لا نفهم يعني أي المطلبين هو الأصح بالنسبة للجمعية العامة الآن، وهل من تسريبات ما الذي تريده الحركة من إلقاء هذه الكلمة أمام اجتماع الجمعية العامة؟ يرى الخبراء السياسيون هنا بأن هذه المطالب لن تتقبلها الأمم المتحدة، وهذه دعوات طالبانية، ولكنها لم تعط كذلك إشارة خضراء من طرف الأمم المتحدة، وبالتالي هذه الدعوات ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت مثيلاتها السابقة ما لم يتم الاعتراف بحكومة طالبان. سوف لم يتم تعيين سهيل شاهين، وكذلك سوف لم يتم إلقاء كلمة لوزير الخارجية أمير خان متقي. هذه قراءة الخبراء السياسيين هنا، وهي كذلك حقيقة، فإنه لم يتم الاعتراف لحد الآن بحكومة طالبان من طرف أي دولة في العالم، وبالتالي تبقى طالبان ولحد الآن منعزلة عن المجتمع الدولي. وكذلك الآن تواجه طالبان في حكومتها الآن في مشاكل اقتصادية وكذلك اجتماعية وتعليمية. وأما المشاكل الاقتصادية فهي كبيرة جدا، حيث يشتكي المواطنون الأفغان من هذه الحالة السيئة، وهي حالة خطيرة، ربما المواطنون سيتضايقون أكثر في الأشهر القادمة. كذلك هناك غلاء في الأسعار، وهناك تأخير في دفع الرواتب للموظفين الحكوميين، فالموظفون الحكوميون لم يستلموا رواتبهم منذ 3 أشهر، والمعلمون والمدرسون كذلك في المدارس الحكومية لم يستلموا رواتبهم منذ شهر. وهذه الحالة تسببت فيها القرارات الأمريكية الأخيرة التي جمدت كثيرا من المبالغ الحكومية التابعة للحكومة أفغانستان في بنوكها، وهي ما يقارب 9.7 مليار دولار. وطالبان في آخر التصريحات لها أمس واليوم كذلك بأنها تطلب من أمريكا وكذلك من المجتمع الدولي وبما فيها الأمم المتحدة الاعتراف بحكومتها التي سيطرت على كل الأراضي الأفغانية والعاصمة كابول قبل أكثر من شهر. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات من كابول، مراسل الغد عبد الله نادر.